شاكر بو قديدة، رحب فيك وحابين نسمع انطباعكم عن الأجواء هنا في مقر إقامة البعثة التونسية. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أبدأ أن أشكر كافة الأخوة السعوديين اللي وفرونا إقامة طيبة، وخاصة في هذا المضيف للشباب، وخاصة فرقة الصيانة التي قائمة بالواجب مع كل الفرق المشاركة في هذه البطولة العربية. يطلع. كابتن، انطباعكم في البداية عن مقر الإقامة، عن الأجواء هنا، الأجواء العربية هنا في مقر إقامة الوفود بشكل عام. والله مقر الإقامة باهي، معناها طيب، واللاعبين معناها لاقين راحتهم، والحمد لله يعني مدير المبيت وكل الأخوة السهرين على الصيانة والنظافة يعني موجودين. إقامة طيبة يعني، وكل الوفود بتشهد أنه كل الأخوة هنا والعملاء سهرين على تقديم كل ما بوسعهم لخدمة اللاعبين وخدمة الرياضيين المتواجدين طيلة هذه الدورة. نجم العرب أشرف بوجزة، يلا 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 أشرف، هاي هدوء شباب. يا بيعيتني بسومة وفي بالك، ولا نسيتي بعد ما شريتي؟ يا نسيان اللي صار واللي جرالك، ما بين دمع وما لباش حزتيني، كي عصيتني وكبر بيك هبالك، ضعتي ومني ديك ضيعتيني، ضعتي ورايك ضاع لو تتفكر، ضعتي ورايك ضاع لو تتفكر، ايام دمعك عالخدود قطر، ايام دمعك عالخدود. اذا هذه الاجواء العربية هنا كما تشاهدون اعزائي المتابعين، اجواء حميمية للغاية، كل العرب هنا مجتمعين مبسوطين، وطبعا دائما دائما يا رب يجمعنا دائما المحبة والخير هنا في بلد الخير المملكة العربية السعودية العمانية.